اليوم لتوفر هذه المحطة لا يمكن أن أختبر فيها ذلك. رحلت مليكة عند الملك ونسأل الله عز وجل أن يكرمها وأن يجعلها من المحسنات إلينا عز وجل. أن تخط الجانب الذي منذ كفاءة الجانب يتكلم عليه الأخوات. هناك جانب مليكة الجارس عشت إلى جوار مليكة فكان بقدر الصخر وكما يعدو الذي في طبعي كان هدوءا في طبعي. وأذكر أنك تعمل واحد الوعد الصحية طلبت منا أنها تتولى في ديالي في المنارة فمن أجلت ذلك العمل يمكن البيت كما أردته ولكن فوجئت لأن هي كذلك تخلفت بأصحاب ذاك الوقت فطلبت من الأخ يولي وجد هذا غير أنه رغم أن الصح تخلفت أن تخلف الدور والمسؤولية التي أمضت بها. ملك الفكر العزيز لا تقبل العمل بالرخص كنا نطالبها باش تهبط شي شويه على المستوى باش نقدروا نهزوا شي جمعيه باش نقدروا نمشيو مكان في الامور التي لا تقبلها. إذا كان العمل موجها إلى الله يجب أن يكون في المستوى كما قلنا يا ملكة فقهي بمستوى الخلاصة الطب ومستوى العلم ومستوى المستوى التنظيمي فكان ذلك الأمور الأعلى. ملكة آخر حوار إلى صحة مرحلة الحيل بدون ملاحظات كانوا ينتظرون كذلك بتطرك ملكة بتفضل يتخدمون والمستطع تيجي تستعيد المنطقي يلا تخدم على الصعيد الوطن وقت على الصعيد الدولي كاين الناس اللي محتاجين لك ومحتاجين الرسالة فقلت لي مازال ما نهضرش معاك في الكتاب أنا عز وجل باش نتصل بها رسالة اللي ممكن نخليو أخوات ملكة كانت كتبغي العالم بقواعد وآن الأوان أن اللي طبطبت أنها لم تسعف العمر ديالها باش تكمل معنا هذا العمل بدينا كنشوفوا ثمار الامور اللي تعبنا ملكة ويوقاتها ملكة من تأسيس الجمعيات النسوية وإنعاش العمل النسوي مستوى فكري معين مستوى تنظيمي عالي فرجاءً أن ننفذوا الوصية ديال ملكة ونحاول نستحضروا المنهج ديالها ونحاول ندونوا المنهج ديالها ونحاول نلتقيوا بالعمل ديالنا إلى هذا المستوى اللي كانت تبغيها الأخت ملكة واللي كانت كتنشدو في المنطقة واللي كانت ما كتاخذ ما كتعترضش بإذني بأعذار مهما كان. هذه وصية إذا كنا فعلا نحب الأخت ملكة أننا نمضي بالعمل ديالها. الرجاء الثاني هو أن أبناء ملكة يجبوا أن يلتقيوا بالمعذرة ديالها. ملكة كانت أنانية الرجاء لا تفوضوا الأمور ديالها الخاصة لا حضانات ابنائها ولا بيتها ولا مسائل الشخصية ديالها الحب ولا تتقنوا الكائن ديال الجاهل ولكن آن الأوان أن الأبناء ديال ملكة يرجعوا أبنائنا وأن يعيشوا في كنفنا وفي أحضاننا وفي مجالسنا على الأقل أن نشوف فيهم رائحة ملكة وعلى الأقل أن نحس بأننا نفرط بالأطلاوية في الحياة أن نكون أن نرد لها بعض من الجميل من الثمار كذا العمل المبارك في الأبناء ديالها إما حرقة ملكة فهي أكيد تبقى ملازمة وتبقى حاضرة وتبقى معانا مباشرة ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل إن لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وسلم فسيح جلالاته الحمد لله.